مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد المعسلات اولا المحينشات فرديين، ممكن ديروها حتى محينشه كبيره وتقدموها في الطبله ديالكم. غنشارك معكم واحد العقده زوينه معلكه وهكا محينشات اللي كيجيو مقرمشين وطريقه الاحتفاظ بهم هكا مده طويله ويبقاو معكم مقرمشين وزوينين. مهم بقاو مع الفيديو. قبل بغيت نشكركم بزاف على التعاليق ديالكم اللي خليتو ليا في هذا الفيديو تاع البريوات تاع اللوز اللي كانوا عجبوكم بزاف وعجبوكم العقدات اللي شاركت معكم والاضافات اللي درت في العقدات بنكهات جديده كانوا عجبوكم بزاف، وحتى هاد لي سيغا هادو اللي درت معكم بالزنجبيل المجفف كانوا عجبوكم بزاف. اللي مازال ما شافش لي فيديو يدخل عندي القناه غيلقاهم ليكم حتى في صندوق الوصف ونايا في هاد لوئي هنايا الفوق. دخلوا تفرجوا في الفيديوهات الا بغيتوا هكا تنوعوا المعسلات ديالكم بعقدات اللي مختلفه وزوينه. نبداو دابا بسم الله. اول حاجه غنبدا بها في العقده ديال اللوز هي اللوز اكيد اللي كنكون سلقته وقشرته. بالنسبه للطريقه راني فات لي درت عليها فيديو خاص بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيعرفوش كيفاش، ووريتكم الطريقه كيفاش يعني تنقيو كميه كثيره تاع اللوز فوق تليقليه بلا ما تبقاو تنقيو في وحده في وحده في وحده في وحده. رجعوا للفيديوهات عندي في القناه غتلقاوهم، غتلقاو يعني فيديو خاص. هنا انا اللوز اوفا كنسلقو كنقشرو كنخدم بيه في البلاصه، ما كنخليهش يدبيبات في البلاصه، كنخدم بيه في المعسلات ديالي. هنايا دزت حنتو شويايا وغادي نضيف عليه السكر سنيده. بالنسبه للقياس تاع السكر سنيده كيبقى لكم نتوما على حسب. المهم انا نص كيلو تاع اللوز كندير فيه 90 غرام تاع السكر سنيده لان ما كتعجبنيش الحلاوه بزاف. نتوما كتعز عليكم الحلاوه فغضيفوا من 100 غرام حتى ل 150 غرام، يعني الحد الاقصى كاع 150 غرام البنات باش ما يجيكمش ثاني حلو بزاف. مهم انا كندير فيه 90 غرام تاع السكر سنيده في نص كيلو تاع اللوز حيت ما عجبش عليا الحلاوه. غندوز دابا غنطحن اللوز مع هاد السكر سنيده حتى يرجع ليا بحال هكا بحال عقده، وغادي نضيف عليه هنا كما كتشوفوا 50 غرام تاع الزبده، وكنضيف معاهم حتى جوج حبات ديال المسكه الحره. كيف ما كتشوفوا راه انا هنايا ضفتهم، سوا دقوهم هكا بوحديتهم سوا ديروهم مع طحنوهم مع شويه تاع السكر سنيده. كندير قبيصه ديال الملحه وجوج معالق ديال الماء الزهر حتى هما ضروري. هنا ضفت واحد المعلقه صغيره ديال الجليكوز باش كتخلي لي هذيك العقده تاع اللوز هكا معلكه، وخا كنحتفظوا بهم مده طويله كتبقى لينا مزيانه وكتبقى ديما معلكه ولذيذه. صافي غندوز دابايا باش غادي معاك هادشي كامل مع بعضياته هكايا كنخدمو مزيان فوق لو بلون دو طرافاي كنمعكو 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 حتى كتنسجم لينا العقده تاع اللوز وكتولي لينا هكايا كتلق شويه ليدام ديالها. صافي وغنبداو نخدمو بها. المهم بغيتو تزيدو معاها جوج معالق كبار تاع البخالين تاع اللوز ضيفوه كيعطي واحد التعليكه واحد النكهه زوينه العقده ديالنا كيف درت معاكم في البريوات تاع اللوز. رجعوا غير الفيديو في القناه راه غادي تلقاو كلشي بالتفصيل. بغيتو تخليوها هكا تقليديه خليوها المحينشه ديالكم هكا تقليديه حيت كاين اللي كيعجبو التقليدي ما كيبغيش هكا يضيف اضافات على العقده تاع اللوز، فصافي خدموا بها كيف ما هكا وريتكم. فهنا قسمتها على جوج، وحده غنخليها تقليديه بالنسبه للناس اللي كتعجبهم العقده التقليديه غنديرها بالقرفه فقط غنضيف عليها شويه تاع القرفه صافي، والثانيه غادي نخدمها هانتوما غتشوفوا معايا اش غادي نزيد فيها. فهنايا غادي نجيب هنايا النكهه ديال البيستاش لاغوم ديال البيستاش راه كتبع ضماني الحلويات هي اللي غادي نزيد في هاد العقده عقده تاع اللوز ديال المحينشات ديالي. فمهم المحينشات تقدروا ديروا فيهم دوك العقدات اللي كنت شاركت معكم في لي سيغار حتى هما تقدروا ديروهم هنايا في هاد المحينشات. مهم حتى كيبقى لكم نتوما اختياري، غير انا كنبغي المعسلات ما يجيونيش ونحطهم فوق الطبله هكا بالشكيلات كل شكل يكون فيه نكهه مختلفه ما يجيوش كلهم نفس العقده. فمهم غتلقاو عندي في القناه بزاف 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 تاع الفيديوهات تاع العقده تاع اللوز بمختلف النكهات. هنا خلطت هذيك ديال لاغوم تاع البيستاش وخلطت هذيك العقده التقليديه فدرت جوج انواع هنايا في المحينشات
غنخليهم بحال هكا، غنغطيهم بالبلاستيك الغذائي. انا هنا صيبتهم في الليل، حتى الصباح وغنخدم بهم. نتوما بغيتو تخدموا بهم في البلاصه خدموا بهم في البلاصه، فانا غير هكا حيدتهم عليا في الليل، بس الصباح ملي نفيق لقاهم هكايا واجدين، نكون حيدت عليا واحد الخدمه. هنايا غنخدمها بالباتا فيلو، ممكن ديروها حسب الورقه تاع الصدر يعني اللي كنشريو هكا. انا هذه بغيت نديرها بالباتا فيلو، حتى هي كتجي زوينه ومقرمشه، كتعجبني حتى في البريوات كتجي زوينه. المهم كيف ما قلت لكم، ممكن هاد المحينشات هكا اللي كيجيو طوال مقطعين زعما، ممكن ديروهم حسب الورقه البسطيله، يعني اختاروا يعني اللي بغيتو. باتا فيلو هذه راه كتباع، يعني كتلقاوها كتباع، كاينه في مرجان، كاينه هذه الخضراء دايره شي 17 درهم ولا 18 درهم. وهذه انا كيشكو معليش الوقت اللي نمشي المرجان، فخديتها هنايا غير مو عند واحد العطار هنا كاين حدايا، خديتها من عنده. هذه شويه غير واحد العطار، هاد القهوه شويه غلا من المرجان. دابا غناخذ مقص باش نقطعها، ناخذ الورق اللي بغيت، يعني الورقات اللي بغيت. هنايا انا درت 4 تاع لي بودا هاكم، فهنايا العجينه كيف ما كتشوفوا درتها على 4، يعني درت غير كميه هكايا قليله. نتوما تقدروا المقادير الا بغيتوا كيف ما قلت لكم، انا درت غير 4 بركه. غنشدها غناخذ دوك الوريقات اللي بغيت، والورقه الاخرى خصني ضروري نخبيها. فديما كناخذ هذيك ديال المرجان اللي كتكون في مرجان اللي غلاف اخضر، هي اللي كناخذ ديما. هذه اول مره غناخذها حيت ما بقاليش الوقت انني نمشي للمرجان وناخذها. فهمتوا كيف ما كتشوفوا النوعيه ديالها ماشي زوينه، هي كتشرك، يعني خصوصا هاد الورقه تاع الباتا فيلو كتكون حساسه بزاف بزاف بزاف، يعني حدو معاها تقطع لكم كتقطع شويه، غادي تمحلني بحق ماشي مشكله غنتعامل معاها. مهم فانا هنا خديت الوريقات اللي خاصيني، خديت 4، وهذه الاخرى اللي بقات ليا غادي ندوز غنتنيها هنا، يعني غنتنيها صافي باش نخبعها هكا ما تخسرش ليا الورقه. نتنيها كيف ما كانوا طاويينها همايا، يعني هكا هكا، ونعاود نلوي هكا البلاستيك اللي كان فيها وصافي، غنرجعها للثلاجه حتى كانت انا نبغي نستعملها. ما كنتش غادي نستعملها، يعني ما نستعملهاش هكا هاد الايامات، فكنحتفظ بها في المجمد. المهم هنا انا نويتها ونرجعها هنا، كندهنها بالزبده. الزبده خاص ضروري تكون بيغ نوازيت، هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما بيغ نوازيت. كنشد الزبده الحيوانيه، كنديرها فوق البوطه حتى كنبقى نصلعو هذوك الفقاعات هكا، حيت خصنا نحيدو منها الزبده، خصنا نحيدو منها الماء ديالها، فكنبقاو هكا هكا هكا. كتبقى فوق البوطه كتسخن في الكاسرونه، كتسخن كتسخن، حيت كنسمعو دوك الطرطاقات ديال الماء، حتى كيتحيد لنا داك الماء كامل. ملي كتبقاو صافي تسمعو الطرطيق في الزبده فوق البوطه، صافي كطفيو عليها وكتصفيو هذيك الساعات، وهي اللي غنستعملو باش ندهنو بها. فغندهن مزيان بالزبده لان هاد الورقه كتبغي هكا، كتبغي هكا الزبده، يعني البيغ نوازيت كتكون زوينه اصلا، كتعطي واحد البنه زوينه، يعني ضروري هاد الورقه تاع الفيلو كتبغي الزبده. غندهن مزيان بالزبده، هنا فانتوما هنا كما كتشوفوا دهنتها مزيان ودرت وحده فوق وحده، واخا انا لصقت شويه عوجه ما درتش وحده فوق وحده بالضبط. ودابا غادي نجيب العقده ديالي ديال اللوز، هانتوما هنا جبت العقده تاع اللوز ديالي. ديما هاد الجوانب هنايا ما كنعمروهمش، كنخليهم خاويين باش ما تتهش لينا الحشوه، وغير نبدا كنلوي فيهم. بالنسبه لواحد الحاجه، الصراحه كان خصني ندير من العكس، المهم ماشي مشكل. هنا انايا العقده تاع اللوز ما كنبغيش نيلها هكا، تجيني بحال العقده اللي كنديرو في الحلوه، يعني في كعب غزال وفي حلويات اللوز ما كنبغيش، كنبغيها هكا تبقى كن هكا كنطحنها مزيان، ولكن كنخليها شويه شويه هكايا باينه، شويه حرشه بغيت نقول،
مهم هنا كم داك اللوي في الباتافيلو بحال هكا. وحنا كنحربلو باش نشكلو هكا كويرات يبانش ليكم هانتوما. وصافي وهنا في الاخر كنسدوه بالبيض اولا بالدقيق والماء. انا ما غادي نسدو بتا شي حاجه، غادي ندهنوها هكا بالزبيده. وفاش غنحطو على لاطا غنحطو على هاد الجهه، هاد الجهه اللي سديتو منها هي علاش غنحطو. المهم ندير هكا الورقه وغادي نجيب لاطا ديالي نحط فيها وكنحطهم بحال هكا في اللاطا. انا اصلا ما عنديش كثار، دونك غادي نجيبهم من الوسط ونديرهم هكا. بغيتو تكمشوهم هكا تزيدو تكمشوهم ممكن تكمشوهم، انا ما غنكمشهمش غنخليهم بحال هكا كما قلت لكم. هاد الحبيشيات كنخليهم هكا، يعني كنخليهم هكايا باش هكا ما كتخرجش لينا الحشوه. ملي كنجيو نقطعو ديك الساعات راه كنقطعوهم هكا هكا هكا. المهم غنكمل انايا هضر بعلي عندي ونتلاقاو من بعد. الفران خصكم ديروه يسخن باش كندخلوا لي هاد المحينشه هادي وهي سخونه والفران سخون. هانتوما البنات هنايا، هادو هما المعسلات ديالنا من بعد ما كيطيبوا. واخا انا راني سهيت عليهم بقيت خليتهم حتى هكا تحمروا ليا شويه فوق القياس، يعني هما المقصود نخليهم غير شويه ذهبيين. صوف بالنسبه للناس كاين اللي كيعجبو هكا يجيو محمرين، انا ما كيعجبونيش يكونوا محمرين بزاف، كنبغيهم غير يذهبوا. صافي ونخوي عليهم العسل ما عليناش. دابا غادي نجيب العسل ديالي وكنخوي عليها وهي باقا سخونه، يعني كنخوي عليها العسل هكا هكا وهي كتكون باقا سخونه بحال هكا. ممكن تخوي في اللاطا اللي ديجا دخلتو فيها الفران هاد المحينشات هادو، كديروا فيها كدير تخوي فوق منهم العسل. المهم انا غنخليهم هكا يترقدوا 6 السوايع ولا بيتوهم الا كان هكا كيعجبكم العسل بزاف. المهم تبقى على حسابكم نتوما، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يتعسلوا ليا. فانا كما كتشوفوا بعد ما صافي تعسلوا ليا خليتهم هكا في العسل، دابا غادي ندوز قطرتهم وندوز باش نقطعهم. بالنسبه للحجم كديروا نتوما على حسابكم شحال بغيتوا يكونوا فيه. انا غنديرهم هكا هاد الحجم هذا وغنبداو نقطعوهم بحال هكا كما كتشوفوا. باش ديرهم صغار من هكا ديرهم صغار من هكا. هنا غنجيب ثاني غنقطع نفس القياس هكا، وكنستمروا على هذه الطريقه حتى نكملوهم كاملين. فانتوما البنات هنا كما كتشوفوا فالمحينشات ديالنا كيف ما شفتوني قطعتهم. تزين هنا هادو تاع البيستاج زينتهم هكا بالبيستاج اللي هكايا هرمشتو هكايا في الماكينه طحنتو حتى هكايا تفرتت ولا رقيق بزاف. هنا اللوز كونكاسي ممكن ديروا اللوز افيلي، درتها هنايا الورد شويه تاع الورد من الوسط هكا باش نهرس هاد لاكولور ديال البيستاج وديال لوز كونكاسي. درتهم هكايا في القويطات هكايا باش يجيو فرديين، يعني كل واحد هكا يهز هكا المحينشه في القواعد ديالها وياكلها. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم بزاف. ما تنسونيش البنات من جيم 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 الفيديو، كنشوف شحال من واحد كيتفرج في الفيديو ولكن كتنساو ديروا جيم. المهم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي في وصفات جديده ان شاء الله، ونقول لكم السلام عليكم.